منذ سنوات ومدخل بغداد الشمالي من جهة سيطرة الشعب يعاني الأمرين، زحامات خانقة تشكل مصدر استياء يومي للمواطنين وخاصة سائقي الشاحنات بسبب البطء الشديد في إجراءات جهاز السونار الذي تمر عليه شاحنات الحمل، الأمر الذي يضطر معه أصحاب الشاحنات للمبيت لأيام في سيطرة الشعب. جاي نعاني كلش يعني من السيطرات، اولا شوارع تعبانه، واثنين اكو منع زين، ويعني وضعيه كلش تعبانه. يعني احنا نحمل طابوق منين؟ من النهروان اللي هي داخل بغداد، نفتر على دياله تنجي ندخل النوب مره ثانيه لبغداد، او نفتر منك على الصويره، واحنا بغداد تبعد عنا تقريبا ربع ساعه. هسه ساعتين ثلاث ساعات توقف وعسكري ودوام، ما توصل للدوام للتاجي ما توصل. أنا من سليمانية جاي، الله وكيلك، من الصبح ساعة 4 طالع حد الأسه احنا واقفين، ازدحام فول، شوارع تعبان، حكومة ما يهتم. محاصيل زراعية ومواد غذائية تتعرض للتلف كما يؤكد أصحابها بسبب السياسة المتبعة في هذه السيطرة. جاي باتون هنا بالسيطرة، مرات حتى المخضر مالهم يخرب، يعني مخضر تعرف انت اذا يتاخر له ثلاث ساعات ينتهي ينمرض الزرع ماله، فجاي يتاخرون هواي هنا بهالسيطره هذه. وقد يؤدي الانتظار الطويل في السيطره الى اشتعال النيران في ناقلات الوقود. احنا صار هسه محملين نفته، لا سمح الله يصير شيء يؤدي العالم، يصير حريق، يصير شينا، يعني حيل ادي للسواق. الله وكيل، البوابه الشعب السونار المفروض يمشون يعني سريع، لا يوقفونها. ويقول المتضررون من سيطرة الشعب إنها تعد من أسوأ منافذ بغداد، ليس بسبب طبيعة عملها المتلكئة فقط، بل بسبب رداءة الطريق التي أضرت بالمركبات جداً.